وخلال تفقده لمحصول القمح برفقة وزير الزراعة، قال وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي إن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ما تم توريده حاليا يصل إلى نحو 1,800,000 طن. الحمد لله المحصول السنة دي مبشر، وزي ما قال وزير الزراعة نتيجة الظروف الجوية ابتدى بدري، فاحنا النهاردة إمكانيات وزارة التموين إنها بتقوم تسوق مع الجهات المسوقة، منها البنك الزراعي المصري اللي هو كان بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا، والشركة القابضة للصوامع وشركات المطاحن. دول الجهات اللي بتقوم بشراء القمح بالتعاون مع وزارة المالية. بنحدد زي ما حددنا السعر، والحمد لله كان تحديد جيد، سواء بأخذ باعتبار التكلفة من وزارة الزراعة أو المتوسط العام في آخر 3 أشهر لسعر التصدير بآخر معامل تحويل للدولار. حتى هذه اللحظة احنا متوقعين حاطين خطة على 4 مليون طن هذا العام، فاحنا وصلنا النهاردة وانا بكلمكم يمكن الصبح قلت 1.8 مليون طن، النهاردة جالي التقرير وانا جاي في السكة بقينا 1.901، يعني 1,900,000 طن حتى هذه اللحظة دلوقتي اهو.